من مشاهدتك الفيرست لاين الخطوط الأولى أنه بتنشأ بعد فترة حالة ثأر ما بين الخط الأول من الشرطة والخط الأول من المتظاهرين، يعني بتتحول لمسألة كراهة شخصية. قطعا ده حضرتك أصبت كبد الحقيقة للآن كل المبادرات بتفشل بسببه، إن المسألة بمرور وقت دي نفوس بشرية مش روبوتس هدوس على زرار هنا ودروس هنا هيقفوا. النفوس البشرية دي عشان هو بقاله 24 ساعة في نقطة تماس وفي احتكاك مباشر بينه وبين اللي بيضربه من هنا، واللي بيضربه برضه بينه وبين الآخر احتكاك، بيتولد عداء شخصي لا سيما مع زخم النيران ومع الحالة الرهيبة الاثنين ما بينها. أعتقد ممكن ده ما يسمعش كلام قياداته ولا ده يسمع صوت العاقل اللي بيحاول يهديه، فبتنشأ بالفعل زي ما حضرتك بتقول نوع من خصومة شخصية، وممكن الأخطر أن تكون هذه الخصومة بقى بعد ذلك نار تحت الرماد، يبقى هو منتظر جولة ثانية. يبقى حضرتك بتفتكر أن ده كده نهاية المطاف، وهديت الفريق ده وهديت الفريق ده، عملت الجدار الإسمنتي، وحضرتك مش متخيل أن البعض عنده قصور شديد جدا في الفهم هنا وهنا، قصور في الفهم، رؤية للنفس ورؤية للثأر النفسي الثأر الشخصي مقدمة على مصلحة الوطن، تغيب حتى لصوت الشرع اللي بيقول له أن الظلم لا يواجه بظلم، ويبقى هو مستني جولة تانية. الكارثة بقى أستاذ عماد أن هو قد يكون هو المتسبب في الجولة الثانية، وده ليس ببعيد عن ما حدث في بورسعيد. طب تجربة حضرتك في الوساطات حاولته كتير، بتشوف إيه من الجانبين؟ وأنا عارف أن حضرتك يعني هتحاول تكون قدر ما يعني ييسر لك الله أنك تكون محايد، يعني شفت إيه وأنت بتحاول تتوسط ما بين طرفين لإيقاف تظاهرات ومصادمات؟ أنا بتكلمش عن نفسي بشكل شخصي، هتكلم على حزبي أو هتكلم على التيار السلفي بصفة بصفة عامة، مش أنا اللي قدت هذه الواجهة، لكن مراس التجربة يعني علمك التجربة بتقول الآتي. في أطراف لا تريد أصلا لصوت العقل أن يتدخل، بمعنى أنا هتكلم الأول على طرف شبابنا وإخواننا اللي واقف قصاد الداخلية. في أطراف جواه ممن يحركه عارف أنه بيستمد قوته من حالة الفوضى تلك، وأنه بينصب زعيما في مرحلة ما بعد انتهاء هذه الفوضى بسبب هذا الموروث. فلو أنت دخلت على لو التيار ده أو غيره، تيار يعني السلفي أو التيار الإسلامي أو أيا كان اللي بيحل، لو دخل على الخط ونسبت إليه مبادرة وقف إطلاق النيران أو مبادرة التهدئة، حينصب هو زعيما وحينصب هو حاميا لحمى الوطن، وبالتالي الخطة دي هتفشل. دي الأولى، فهو يرفض أصلا تدخلك من البداية ويحاربه، إما بقى باتهامك بالخيانة بالعمالة أو حتى بالإيذاء القولي أو البدني. النقطة الثانية على الجانب الآخر من الداخلية، لازال في أفراد في الداخلية ولواءات زي ما قلت لحضرتك ليس من مصلحته أن الأمر يقف، مصلحته حاجة من الاثنين، يتتفاقم الأمور بشكل كبير جدا عشان ترجع تاني دولة بوليسية، لأنه يفهم أن طبيعته مش هتتأقلم مع دولة يكون التحكم فيها للقانون ويسري عليه نظام كما يسري على غيره، أو هو شخصية موتورة عايز أتخلص مش مصدق اللي حصل في 25، فعايز يخلص طاره مع الشارع أيا كان أفراد هذا الشارع، فمش من مصلحته أن الأمر يقف. المسألة الثانية بس اللي هي الموتور ده هو بلا عقل، يعني هو عايز بس يخلص طاره وخلاص، إنما الأخطر منه هو القيادة اللي جوه الداخلية اللي لا على أمل أن تتفاقم الأمور حتى تصل إلى حالة الدولة البوليسية مرة أخرى. فمن كلا الجانبين أقول أن صوت العقل يخفض كثيرا جدا حينما يحاول أن يتدخل. في من الثوار كثيرون أعرفهم معرفة شخصية على أعلى قدر من الإخلاص، الحرص على المصلحة، محاولة تهدئة ثائرة الشارع، لكنهم أيضا بيحاربوا، وفي اتجاه فوضوي حتى أن أصحابه بيصرحوا بذلك. أنا مش عايز أذكر الفصيل، لكنه بيذكر أن رأس ماله الفوضى، وأن رأس فلسفة التنظيم قائمة على فكرة الفوضى واللا سلطوية وفكرة الإسقاط الدائمة لأي سلطة بأي شكل من الأشكال. ده فكر يا أستاذ عماد جنوني، وأنا أقول لأصحابه عدمي. نعم بملء الفم،
ده فكر فاشل، فشل من قبل من فجر التاريخ وسيفشل دائما، لأن دي سنة الله في كونه. يستحيل أن تكون الفوضى خلاقة، دي كلمة ضحكت بيها عليكم كونداليزا رايز، أو هي جابت المصطلح وإن كان هو موجود. عمره ما هيبقى خلاق، الفوضى لا تؤدي إلا إلى فوضى، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، والسنة الكونية بتقول إن الكون بني على نظام. فهذه الفئة تحديدا هي اللي من مصلحتها استمرار الفوضى وسقوط أي سلطة تحل محلها أو تستبدل الحالة الثورية بحالة مؤسساتية. هو يظل يقنع الشارع أن الحل في الثورة، الثورة تبقى حالة استثنائية تنتهي لتبدأ الدولة تأخذ دورها من جديد في بناء مؤسسات، إنما أن تظل إلى ما لا نهاية، حتى وأنت ترى أن هناك أذنابا للنظام السابق، وحضرتك ترى إن هناك مجلس عسكري إما أنه متخبط أو إما أنه هو أنت شايف أنه هو ظالم أو أنه هو متورط أو أنه هو أصابه قدر كبير من الإهمال، كويس، ده لن يعالج دائما بنفس الحالة الثورية، وإلا حتصاب بحالة من الترهل، حينفض الناس من حولك، الناس بتضج فعلا بذلك، حتبقى أنت طليعة تنظيم فوضوي. سهل جدا في النهاية أنه هو يحاصر وتنقلب عليه الأمور للأسف إلى الأسوأ، زي ما احنا قلنا أنه لقدر الله بعد كده يسقط تماما بقى فكرة انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة. فأرجع تاني ولخص أقول على الجانبين هناك من لا يريد لهذه المبادرات أن تنجح. تفسير حضرتك لكمية الفوارغ الخرطوش الكثيرة التي وجدت في أماكن المصادمات، تفسيرك إيه؟ تفسيري كل ده تخطيط ومدبر، وده في الأحداث الأخيرة؟ الأحداث الأخيرة ما أنا بنفي ومن هذا الموقع كده بقول الشرطة لم تستخدم خرطوش على الإطلاق. ليه؟ سببين اتنين بساط قوي، أو سبب بسيط قوي، لأن لنا أحداث سابقة في محمد محمود والشرطة أطلقت الخرطوش وكانت اتهامات وإلى آخره. فالنهاردة أنا كوزير داخلية أو كقيادة آمرة مش هبقى يعني زي ما حضرتك قلت نستفيد، بستفيد هنا، مش عايزين نبقى في موضوع الاتهام، فما فيش داعي لاستخدام الخرطوش رغم القانون يبيح ليا إذا ما كانت أنا في موضع خطر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن وزير الداخلية جاب النيابة العامة قال لهم تعالوا وعينوا بنفسكم وشوفوا. نمرة تلاتة، إن المسافة بعيدة والجيش عاملين الحاجز ده، فما فيش ما يدعو النهاردة للخرطوش طالما إن ما فيش الاقتحام اللي وصلوا فيه فعلا إلى طب ممكن إلى الوزارة. ممكن أرد على حضرتك؟ أتفضل. الرد من الجانب الآخر، يعني ده مش رأيي أنا بس بنقل حضرتك الطرف الغائب أوي، إنه طيب إذا صدقنا إنه ما فيش خرطوش في النقطة الأولى في تسليح القوات، لكن هناك ما تثبته محاضر والتقارير الطبية للمستشفيات الحكومية التي نقل إليها المصابين وأيضا الضحايا من الشهداء أن هناك إصابات بالخرطوش. فبالتأكيد إذا كانت هناك يعني إيه ضحايا وشهداء ومصابين، يبقى بالتأكيد هناك واقعة مادية لا تقبل الخلاف حولها. بالظبط كده، مش كده؟ في ضحية، في مزبوط. جسم مزبوط يعني انتهك بإطلاق النار عليه، صح. يبقى من أطلق هذا الخرطوش؟ ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، حضرتك بتقول إن جابوا النيابة. ممكن يرد عليك حد يقول لك جابوا النيابة في مرحلة معينة ومشوا خلاص، وبعد ما مشوا دخل الخرطوش. النقطة الثالثة، إنه ممكن الآن ممكن في حالات، ودي ممكن تكون في الجيش على فكرة وفي الشرطة، أن تصدر أوامر عليا من قيادات عليا تقصدها بالفعل، لكن في حالة الاشتباك الميداني يحدث ثأر وثأر مضاد، فالناس بتسخن إلى مرحلة أنهم لا يتقيدون بالأوامر العليا. مظبوط. أجاوب حضرتك؟ تفضل.
هو المواجهة كانت مع 3-4 ولا آلاف؟ آلاف يا فتى. جميل. ألم يثبت بالدليل القاطع أن من بينهم كان هناك من كان يحملون أسلحة؟ من المتظاهرين؟ آه يعني؟ مش متظاهرين، يعني الطرف الآخر. من الطرف الآخر؟ إيه المانع؟ سيد الفاضل الفرد الخرطوش قد كده، هديسه في هدوم. احنا قلنا ايه؟ انا بواجه تخطيط مش بواجه صور. انا في مساحة مفتوحة فيها اسطح، ده في الجرايد العيال هم بيتسلقوا الجدران وبيطلعوا اعتلوا المباني، طلعوا على ما بتاعت الضرائب العقارية. ايه هنا النهاردة لما اضرب خرطوش من فوق وحتة فرد كده واروح ضرب اهو بس كده، ولا كاميرا ولا حاجة. اللي بيخطط بيخطط بفكرة وبوعي ويعلم ان هناك كاميرات، ويعلم ويعلم الفرد الخرطوش قد كده وانا ده المصورة بس. لكن من يعني المنطق هل النهاردة يعني في 15-16 وقعت مصادمات طيب مع الجيش والشرطة، حتى الان ثلاث حاجات ما عرفناهمش. من الفاعل؟ من هو الطرف الثالث؟ من الذي موله؟ دايما يقول لك مجهولين مجهولين. جالي واحد اسمه ايه يقول لك الاستاذ محمد. الاستاذ محمد ده نص الشعب المصري. معلش ده قصور في جمع المعلومات، ده جانب اخر. لكن انا بفسر جزئيه استخدام الخرطوش. طيب اذا كان كده هنفسر ازاي اصابات الشرطه نفسها بخرطوش؟ لو اصيبت الشرطه نفسها بخرطوش يبقى خلاص، يبقى هناك سلاح مضاد خرطوش. يبقى هنا بقى تتهمني انا ازاي ان انا اللي ضربت بالخرطوش فقط. ليها اجابه برضو اقول لك اجابتها ايه. انه الطرف ده بيقول لك حيث انك بتضرب خرطوش هضرب خرطوش، استخدمت الخرطوش فاحنا لجأنا للرد على العنف بعنف مضاد. هضرب خرطوش ليه؟ انت ما هاجمتنيش لسه، انت واقف بره وبينه وبينك 15-20-30 متر، هضرب خرطوش ليه؟ وعندي قنابل مسيلة للدموع، وان كان اتهمت الداخلية ايضا يقولك في الافراط في 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 في, في القنابل في استخدام القنابل مسيلة للدموع. انا بيتي بيتهاجم، لا خرطوش مصرح به ولا قنابل مسيلة للدموع، هسيبهم يدخلوا؟ نفسي افهم ليه. التحرير موجود، نادي انت على اثر احداث اتهمت فيها الداخلية، حقك حقك. ولماذا لا نحترم القضاء؟ احنا النهاردة في القرن 22، احنا النهاردة لازم نبقى متحضرين. تظاهر وطالب وقول حق الشهداء، لا نكرنا لذلك، وعندك التحرير متسع ومحاط ومؤمن. ليه محمد محمود للمرة التانية؟ ليه يعمل لك ايه محمد محمود؟ تروح مسبيره ليه؟ يا أيها العقلاء نفهم، في حاجة اسمها هدف، في حاجة اسمها غرض. ليه؟ لوحظ أن من 2004-2005 الرهان السياسي في داخل النظام السياسي في مصر أنه تم التعويل أكتر على أن مصر التي كانت دولة رغم أن هي تتبع المؤسسة العسكرية تم تعظيم دور الداخلية وتحولت من دولة عسكرية أو هكذا تبدو يعني من أصول عسكرية إلى دولة أمنية بمفهوم الأمن الداخلي، وحدث نوع من التوتر في العلاقة ما بين الجيش وما بين الشرطة في هذا المجال. كيف تقرأ تطور القصة دي وأثرها على انكسار الأمن في الآخر؟ مصر بدأت من بعد الثورة 52، الثورة الأولى كدولة شبه عسكرية بيحكمها في الأساس الأطراف، يعني مش نظام عسكري بيحكمه عسكريين بصفاتهم هذه وبسيطرتهم على القوات، لكن كان العسكريين منتشرين في كل القطاعات الدولة. كان جهاز الأمن الداخلي يعني جهاز تعبان، حتى الأفلام القديمة اللي هي كانت بتتكلم على
التجاوزات في عهد عبد الناصر، اظن كان البوليس الحربي ما كانش الامن الداخلي بالمعنى بتاع الامن الداخلي. بدا يتضخم مع الوقت دور الامن الداخلي لاسباب موضوعيه ثم للاسباب السياسيه اللي هي بدات سنه 2000. اسباب موضوعيه بدا العنف، يعني بدا من عندنا من 74 صالح سريه، وبعدين التكفير والهجره، وبعدين اغتيال السادات والنجوم من النار وثوره مصر، وبعدين موجه الارهاب بتاعه التسعينات اللي هي كان فيها الجماعه الاسلاميه والجهاد. ادت هذه الموجه شويه الى ان جهاز الامن يبدا يتضخم، تسليحه بيزيد، عدد افراده بتزيد، حاجه من هذا النوع. انما ده ما كانش السبب في 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 في, في هذا الوضع. ال 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 في لحظه من اللحظات اتصور ان مع تجربه المشير ابو غزاله بدا دور الجيش يضغط عليه من النظام السياسي، لان كانت هناك شبهه ما في ظل النظام السابق في ان ربما يكون هناك طموح للسلطه من هذا الاتجاه. ان نمو شخص المشير ابو غزاله ادى الى حساسيه من مؤسسه الرئاسه في هذا الوقت من الجيش، وتعامل معاه بطريقه مختلفه ادت الى استبعاده او ابعاده نسبيا عن هيكل السلطه. فتم انقاص نقاط من القوه من المؤسسه العسكريه لصالح الاخرين ثم حدث نفس الشيء مع بدايه موضوع التوريث مع جمال مبارك. اظن حصل نفس الكلام مع الامن القومي، لان كان اسم السيد عمر سليمان مطروح ايضا في نفس الوقت بنفس الصوره. ايضا تم فصل، تم تحجيم قوه الجيش قوه الامن القومي لصالح المؤسسه اللي تم التعويل عليها. يعني الداخليه جابت اسلحه ما كانش محتاجاها، وكان طول الوقت الكلام هم جايبين ليه عربيات مدرعه، يعني بعض العربات المدرعه اللي كانت للداخليه والتي لم تستخدم، كان هناك شبهه ان دي او انتشار زي الامن الوطني، او يعني انتشار المعسكرات داخل العاصمه، اللي هي كان العاصمة. يلاحظ انه كل معسكر جيش في نفس المنطقه بقى جنبه معسكر داخلي. لا، تم اظن من 2005 وربما قبل ذلك تم الاعتماد بشكل اساسي من جانب رئاسه الجمهوريه على وزاره الداخليه. وحتى كان حصل بعض الحاجات اللي هي يعني وقائع في تاريخ القريب للوزاره، ورت ان بعض الضباط ترخموا جدا ذواتهم وبداوا يراقبوا الاخرين كمان. يعني كانت دور الداخليه تضخم في النظام بصوره غير معتاده، للحفاظ على النظام من ناحيه اللي هو شكله ترخم امن الدوله جوه، ثم ترخم عدد حجم القوات وعددها والاعتماد عليها في اطار ان حتى عشان ما تضطرش لو حصل حاجه تدخل الجيش او جهاز تاني يبدا يتدخل، او تصوروا في لحظه من لحظات ان هم مع المشروع بتاع التوريث والاطراف الاخرى في الجيش والامن القومي ما كانتش مع المشروع يقينا. وبالتالي ترخم دور الداخليه في مصر بشده لاسباب دي، لاسباب امنيه في الاول ثم الاسباب السياسيه في المرحله التاليه. حاجه للنقطه اللي هي اعلى بقى، اللي هي ايضا كسر هيبه المؤسسه العسكريه بمجموعات الاصطدامات المتلاحقه. ايه مخاطره؟ انا عايز اضيف لك كل الامور دي في الاخر عشان نوصل للدوله. يعني طبعا يعني انا يعني كنت اتمنى ان يكون انتقاد المجلس العسكري في اطار الانتقاد المشروع، لان احنا لما طلعنا الاول عشان نبيح دماء هؤلاء قلنا منطق هنفصل ما بين المجلس العسكري والجيش، الجيش على عيننا وعلى راسنا، لكن دول اللي بيرأسوا الجيش مش على عيننا وعلى راسنا. كويس. وتصاعدت حدة الانتقادات الى الدرجة اننا خلقنا من المجلس العسكري شيطان، أصبح الخائن وأصبح الهدف الأول وأصبح المطلوب المستباح دمه. يمكن أن يكون المجلس العسكري قد وقع في بعض من الأخطاء أو في كثير من الأخطاء، ولكن لا أظن على وجه الإطلاق أن أي من هذه الأخطاء يعني إيه؟ يعني تصوير المجلس على أنه مجموعة من المتآمرين قاعدين يتآمروا على الثورة ويوقعوها كل يوم في مطب، وانه بينسجوا شبكهم حوالين كل هذا، اعتقد انه تصوير ظالم، لان ده اولا مش ده الجيش المصري. والجيش المصري بالفعل طول عمره لما كان بيستعين به الحاكم عن ينزل لم يكن يقع صدام. يعني حضرتك افهم من كلامك، حضرتك شايف انه ممكن تكون الاخطاء اللي وقعت فيها المؤسسة العسكرية خلال العام الانتقالي سوء إدارة وليس سوء نية؟ أكيد سوء إدارة، سوء فهم، سوء تدبير، ها؟
عدم معرفة بتعقيدات الحياة المدنية. وأيضا هذا أيضا بيترتب معه الحكاية ما تقدرش ترسلها يعني فعل ورد فعل ورد فعل مركب. وأيضا كمان ما هو أنت بعض أخطاء الجانب الآخر تؤدي تضاعف من أخطاء الجانب الأول. يعني هو أنا وهو اللي عملوه الثوار يعني ما كلنا مصطلحين على أن 18 يوم الأولين هي الأيام المجيدة في الثورة وأنه هذه الأيام هي قمة النقاء لأن دي كان كل القوى عندها هدف واحد مش متصادمة وطلعنا في النهاية أيضا كمان بما يمكن أن نسميه مؤشرات جيدة لطبيعة هذا الثورة. وكان الحلم نريد كرامة الحلم الإنسان عظيم. نريد كرامة الإنسان نريد العدالة الاجتماعية نريد الديمقراطية يعني يعني خرجنا من هذه الأيام المجيدة بالفعل مش فقط بإسقاط رأس النظام لا بما هو أكثر كثيرا من إسقاط رأس النظام وبوضع الأهداف الأساسية الحقيقية الأولية للثورة التي ينبغي أن تكون موضع احتضاننا جميعا ثم قدرنا أن احنا نلزم كافة المؤسسات بمحاكمة الرئيس السابق علشان نقطع أي علاقة ما بين الماضي والمستقبل ونؤكد أنه الماضي لن يعود ويعرف كل حاكم أنه هو يمكن أن يتعرض لهذا وأنه سوف يسأل عن أفعاله خيرا كانت أو شرا كانت في أي يوم بعد نهاية حكمه. النهاردة الوضع ده يعني كان ينبغي أنه يرتب عليه حاجات جميلة جدا أنه نضع ما اتفقنا عليه الكرامة والحرية والديمقراطية والخبز نصيغ عليها كأهداف حقيقية ونضغط كيفما نضغط وبكل الوسائل السلمية من أجل تحقيق هذه البرامج. لكننا خرجنا بقى بعد كده في جمعة ومليونيات ذات أهداف مختلفة علشان كل جمعة تنتهي وإذا بنا المقسم يزداد تقسيما والممزق يزداد تمزيقا لتنتهي في النهاية إلى هذه الصورة اللي غير متخيلة أنه أصبحنا مزقا وجماعات متصارعة لا يربط بيننا وبين بعضنا أي هدف والثورة تضيع من أيدينا وكلنا يتهم بعضنا لكن هناك إصرار على أن احنا نعلق الجرس في رقبة ناس فقط اللي هم جماعة العسكر. جماعة العسكر أخطأوا لكن أيضا أنتم أخطأوا وكافة الأطراف أخطأت في هذا والنخبة كانت أكبر المخطئين. ده يقتضي مش أن احنا بقى نلوغ في الخطأ ونصر على الانتقام ونؤصل الشر. يا أخي نعمل اللي عملوه جنوب أفريقيا نعمل اللي عملوه ملك المغرب العدالة الانتقالية طيب. نحاكم الماضي ولا نجعل من محاكمتنا للماضي يعني صأرا يضيع وقتنا ويدخلنا في متاهات تعوق مستقبلنا.